لا تخلو شوارع مصر بل والعالم من مختلف وسائل المواصلات والتي تعد أبسطها الدراجة. الدراجات أصبح الاهتمام بها أكثر انتشارا بعد اهتمام الدولة بمبادرة دراجتك صحتك، وطرح العديد من الأنواع والأحجام للدراجة بأسعار مخفضة للتشجيع على ممارسة الرياضة والتقليل من زحام السيارات في شوارع القاهرة الكبرى. ولكن هنا بعض الأزمات التي تعيق أصحاب الدراجات، مثل عدم وجود أماكن لركنها وتركها في الشارع. ومن هذه النقطة انطلقت فكرة سكتك خضراء، المشروع الذي تبنى أمر نشر ثقافة الدراجات في مصر ويحاول جاهدا حل كل مشكلات أصحاب الدراجات. مشروع سكتك خضراء انطلق منذ عام 2016 ويستهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات بين المصريين، خاصة سكان العاصمة، باعتبارها وسيلة سريعة ونظيفة وموفرة، وذلك من خلال إنشاء أماكن حضرية لركن الدراجات حتى يضمن أصحاب الدراجات الشعور بالأمان أثناء ترك دراجاتهم في شوارع العاصمة. لا يتوقف طموح مشروع سكتك خضراء وأصحابه عند هذا الحد، بل يسعون لتوفير أجهزة رياضية في الشارع لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة والحركة واعتماد العدد الأكبر من السكان على ركوب الدراجات لحياة صحية رياضية آمنة. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا الفتره اللي فاتت يعني مؤخرا حصلت حاجات كتير كلها بتؤكد على ان الدوله اصبحت مهتمه جدا بممارسه المواطنين للرياضه، طبعا من خلال العديد من المبادرات، واللي يمكن ابرزها كانت مبادره دراجتك صحتك اللي اتاحت الالاف من الدراجات للمواطنين بسعر مخفض من خلال وزاره الشباب والرياضه. فقرتنا دلوقتي هنتكلم من خلالها برضو عن موضوع مهم جدا، فكرة مشروع بيساعد وبيدعم ركوب الدراجات واستخدامها كوسيلة مواصلات آمنة وأيضا للرياضة. هو مشروع بعنوان سكتك خضراء، وهيبقى معنا من خلال هذا اللقاء إن شاء الله الأستاذ محمد سامي، هو مدير هذا المشروع. صباح الفل على حضرتك، أهلا بيك. صباح الورد عليكي وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير أستاذ محمد، والاسم عجبني، وأنا بحس نجاح أي منتج أي مشروع بدايته من الاسم، فده الكتاب اللي حضرتك كنت قلت لنا هو مش بس مشروع او مبادره، هي كمان كتاب، فهو سكتك خضراء بالعجله احلى، صح كده؟ وطب نفهم بقى ليه العنوان ده اصلا؟ هو سكتك خضراء هو يعني في كذا حاجه، منها ان هو احنا بنقولها في اوقات تانية خالص، ما سكتك خضراء يعني اللي هو طريقك سالك. يعني بنتمنى للناس ان هي نجاح او ان هي تمشي، بس بعيد عننا يعني كده دايما يعني اللي بيتفهم منها. لكن الحقيقه سكتك خضراء هو برضو اللون الاخضر هو ليه علاقه بالبيئه طبعا، وبالعجله احلى. السلوجان بتاع الكتاب بالعجله احلى، وهي فعلا كل حياتنا بالعجله احلى. بالظبط، كل حياتنا بالعجله احلى. استخدام الدراجه بيحلي الحياه وبيسهل حاجات كتيره قوي علينا، فهو حل لمشاكل المرور اللي موجوده، بيقلل الانبعاثات الادخنه والتلوث اللي موجود، بيحسن الصحه بطريقه كبيره يعني جدا. اسباب كتير. مظبوط مظبوط. فسكتك خضراء هو مشروع تثبيت ركنات خاصه بالدراجات في محافظه القاهره. البدايه بتاعته كانت في منطقتين، هو منطقه مصر الجديده ومنطقه وسط البلد، يعني في ترافيك كتير على المنطقتين دول، وفي بعد ثقافي او اثري كمان في مترددين من السياح كتير، فاحنا عايزين نخلي الدراجات وسيله انتقال شبه اساسيه زي الدول الاوروبيه. بس عشان ده يحصل لازم شويه حاجات في بالظبط، يعني بدورنا على كلمه عربي مش يعني البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه لازم تكون بتساعد على ده، زي مثلا بتلاقي في كتير من دول الغرب بتلاقي في لين معين حارات مخصصه للدراجات، ومفيش بني ادم يقدر يدخل يعني لا مترجلا عليها ولا بعربيه يعني يمشي من خلالها. فالنوع ده من الامور الى جانب بقى ثقافتنا احنا كمواطنين، كيفيه التعامل مع حد راكب عجله، وخصوصا طبعا الجميلات لما يكون راكبين عجل في الشوارع. الحقيقه الناس لما بتيجي تنزل بالعجله او الناس اللي بتركب عجله ومتعوده على استخدام الدراجه بينزلوا في مختلف الظروف، في الجو الحر، في الجو البرد، حتى لو في زحمه او كذا بينزلوا. لكن دايما بقول انه لو في بنيه تحتيه بتساعد على استخدام الدراجه هتلاقي ناس كتيره قوي في بيوتها
تبدا تتشجع ويبدا اولياء امور كمان تطمن على اولادها ان هم يروحوا المدرسه او الجامعه او الدروس بتاعتهم بالعجله. واستخدام العجله كوسيله انتقال، يعني لو واحد حتى يروح يقعد مع اصحابه او يقضي مشوار او مصلحه هيستخدم الدراجه. فاحنا عايزين مش بس بنيه تحتيه ولكن قوانين داعمه بتدعم ثقافه الدراجات وبتدعم راكبي الدراجات كمان وبتحافظ عليهم على غرار الدول الاوروبيه. كلام جميل الاستاذ محمد، ويمكن احنا دلوقتي شايفين مشاهد يعني من الشارع، بس زي ما برضو كريم قال هو ما فيش يمكن لسه عندنا فكرة هنا قلين، يمكن في المدن الجديدة بقى فيه شوية تصميم بشكل مختلف للشوارع، كمان في أرصفة للمشاة العاديين في وسط البلد وفي الأماكن اللي هي خلاص بقالها كتير مصممة. يعني طبعا ما فيش الكلام ده، يمكن لا وسط البلد تحديدا هي اللي فيها لان هي مصممه بشكل يعني قديم، ولكن انا اقصد وسط البلد مهندسين او المناطق دي، يعني لا طبعا حتى الرصيف بيبقى في مشكله اوقات مش بيبقى موجود. دي حقيقه في وسط البلد، يعني بنقول ايه يعني بدانا نتدارك التصميمات دي في المدن الجديده. صح. على سبيل المثال مثلا العاصمه الاداريه فبدات ان هي تبقى مخططه ومصممه ان هي تكون صديقه للدرجات. حلو. فنقدر نتحرك في الأماكن، والكومباوندز الجديدة وكل المشاريع الجديدة بدأوا أن هم يبصوا لفكرة الدراجة كحاجة مهمة جدا وحاجة ليها كيان ونقدر أن احنا نتحرك بيها كوسيلة انتقال بديلة للعربيات وكذا. فيعني اللي فات فات خلاص، بس نقدر صحيح. نقدر أن احنا نعمل ده في المدن الجديدة، والحمد لله يعني بدأت الدولة تدعم الموضوع ده في المدن الجديده. وحضرتك بتتكلم في الموضوع ده انا سرحت كده للحظات في شويه شطات ثابته كده في موروثنا الثقافي والاجتماعي. انت عندك في مصر شويه مشاهد مرتبطه بالدراجات يمكن ما تلاقيهاش في اي دوله في العالم. فكره ان انت تلاقي مثلا حد ماشي سايق العجله بتاعته بايد واحده وبايد الثانيه حاطط فوق راسه وثبت مليان عيش مثلا، او واحد مكواجي ماشي بالهدوم كلها وهو سايق بايد يعني احنا عندنا فيما يتعلق بالدرجات عندنا مهارات غير مسبوقة كبيرة جدا، مش كده برضو؟ الحقيقة أنا عايز أقول لك إنه في الستينات والسبعينات كانت وسيلة الدراجات أو وسيلة الانتقال الأساسية هي الدراجات، وكانت موجودة في القاهرة ويمكن في الأفلام الأبيض وأسود وفيروز والبسكليتة وكذا. بس الثورة الصناعية اللي هي جت في السبعينات والثمانينات فبدأت الناس تتحول من استخدام الدراجة للسيارات طبعًا. فبدأ الموروث بقى يندثر شوية بتاع الدراجات. لو حضرتك معاك فلوس فبتشتري عربية، مش معاك فلوس فبتفضل بالعجلة. فبدأت اللي هي تبقى وصمة كده لغاية الألفينات بدأنا نرجع الثقافة دي تاني، بدأنا ان احنا نشتغل على الثقافة دي كوسيلة انتقال أساسية وصديقة للبيئة، بتسهل لنا حياتنا وبتخلي انه نحافظ على صحتنا أولا وكمان بنحافظ على اللي حوالينا والبيئه المحيطه بينا. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، يعني ايه نتكلم كلام بقى واقعي. اللي حضرتك بتقوله ده بجد شيء في غايه الاحترام، ويمكن مرتبط شويه بالمبادرات بتاعه وزاره الشباب والرياضه يعني درجتك صحتك، وفكره كمان دعم القياده السياسيه للرياضه اللي هو يا جماعه ده خلاص بقى امر واقع في حياتنا، احنا لازم تكون الرياضه اسلوب حياه. احنا يمكن من سنوات ماضيه ولا كان حد بيبص للرياضه ولا الصحه البدنيه ولا الكلام ده خالص. فدي حاجه كويسه اثرت بقى في ثقافه المصريين. خليني اقول لحضرتك 2020 وكوفيد 19 يمكن لعب دور ايجابي، يعني طلعنا بحاجه ايجابيه لان الناس ابتدت تشوف يا كريم كمان البنات بتتمشى في الشارع. لان ما كانش في نوادي فكان في ناس كتيره بتتمشى في الشوارع وتمارس رياضه وتجري وتركب عجل، فشويه الثقافه اتغيرت. اللي المفروض بقى نتكلم عنه ان احنا عشان نطبق ده على ارض الواقع لازم كمان نلعب على فكره وعي وتغيير الثقافه، لان في ناس لحد دلوقتي شويه تقول لك ايه ده بنت بتركب عجله، احنا عايزين نغير الفكره ده. يعني ما يعني بنت بتركب عجله مش فاهمه فين المشكله يعني بالظبط. احنا من يعني بدانا كفكره فريق جو بايك حتى لنشر ثقافه الدراجات بدانا من 2010. فالحقيقه كان الوقت ده برضو فكره ان الناس تتحرك بالعجله في الشارع كان فكره مستهجنه شويه بالظبط. ولما نقول للناس احنا نازلين نركب عجل في الشارع يقول لك هو احنا عارفين نمشي على رجلينا لما نمشي بالعجله؟ ولكن تغيير ثقافه هو يعني صعب بس مش مستحيل، بدليل ان احنا دلوقتي بقى في شكل متعارف على راكب الدراجه او راكبه الدراجه. يعني بنلاقي بنات بتمشي في بعض المناطق بالعجله، وده بيندكيت حاجات كتير قوي، مش بس ان فكره واحده راكبه العجله وماشيه في الشارع، لكن بيندكيت او بيؤشر الى مستوى الامان في الشارع. طبعا اي نعم مش في كل المناطق، ولكن
على حسب الاختلاف الثقافات والمستوى الاجتماعي بتاع كل المناطق، على كل منطقة على حدة، ولكن بدأنا ان احنا نتغير، بدأ الناس تستخدم الدراجة اكتر. كمان زي ما حضرتك قلتي في الكوفيد 19 وسنة 2019 و2020 يعني، او تحديدا 2020 بدأ الناس تتوجه لفكره استخدام الدراجه. انا جبت عجله. ايوه او بركب العجله والله، كنت بركبها في الزمالك وفي 6 اكتوبر زي رائع. ناس كتيره قوي توجهت لفكره ان هي تستخدم العجله خصوصا في ايام الحظر وكذا، ما كانش فيه بديل الا حاجتين، طبعا الجيمات والنوادي الصحيه كلها قافله، لكن الناس بدات تتوجه يا اما للمشي يا اما للعجله. وهنا بقى جت الافضليه بتاعه العجله، لان العجله بتخلينا نوصل لاماكن ابعد كمان من المشي، بتبقى يعني فيها نوع من المتعه يمكن اكتر من المشي شويه. انا متحيز للعجله شويه بس لا هي فعلا ممتعه على فكره. صحيح هي ممتعه جدا، بتخلينا نشوف تفاصيل كمان في الشوارع، خصوصا كمان وقت الحظر ما كانش فيه عربيات كتيره في الشارع، فكانت الناس بتستمتع بان الشوارع الفاضيه وتقدر تتحرك فيها واكسسبيليتي لاماكن ابعد كمان. انا احكي لحضرتك بقى انت وكريم قصه جميله جدا عن الاستمتاع. كنت مره راكبه العجله في الشيخ زايد في منطقه كده ورا الكومباوند، وجري ورايا 3 كلاب جمال. أيوة. يعني والله العظيم ما احكيلكوش يعني هم بيلعبوا هم الكلاب حرامي. استمتعت جدا يعني عارف، قلت مش هركب لوحدي تاني. ودايما احنا على فكره بيتوجه لنا على صفحاتنا السؤال ده دايما، يعني تعمل ايه لو الكلاب هجمت عليك او ان هي جريت وراك. الحقيقه هي الفكره ان هي عايزه تبعدك عن المنطقه بتاعتها، بس هي مش عايزه تضرك. يعني هي بس دي منطقتها. وبعض الاحيان بتبقى عايزه تحرس اللي راكب العجله بالمناسبه لغايه لما يطلع من منطقه نفوذها. اي بالظبط كده، زي ما انت قلت بالظبط، هو عايز يطردك من منطقه نفوذه لان هو دي التريتوري بتاعه او المكان بتاعه طبعا. فمش عايزك تدخلي فيه، عشان كده بيبدا ان هو يجري ورا الناس. لكن مفيش ضرر خالص، يعني الكلاب مش بتضر راكبي الدرجات، هما بس الناس بتتخض او بتهاب الموقف شويه. ايوه. طب احنا عشان نغير الثقافه، حضرتك تقول طبعا اكيد حاجه مش سهله. مظبوط. واكيد لما احنا بنتكلم على بلد معينه طول عمرها عندها موروث ثابت بغض النظر بقى مدى صحه كل تفاصيله من عدمها، التغيير ده يلزم له اليه، والاليه يلزم لها خطه مسبقه. مظبوط. ايه اللي لازم يتعمل عشان يكون عندنا نفس الفكر الغربي؟ أيوة. والثقافه الغربيه، بحيث ان احنا المشاهد الى جانب بقى فكره ان صح. مثلا بنات يركبوا عجل في الشوارع، فكره ان ما يبقاش في معاكسات، فكره ان ما يبقاش في تحرش، يعني في حاجات كتير، سلوكيات كتير محتاجه تتغير. مظبوط. صدقني اقول لك ان الموضوع مش بس ان انا لازم اقول ان في قوانين ودور على الحكومه فقط، ولكن احنا لازم نبدا بنفسنا كمان. و يعني المفتاح بتاع النجاح في حاجه زي دي هو الاستمراريه. احنا لما بدانا من 2010 بدانا نعمل نون ستوب ايفنتس من غير متوقفه، بننزل في شوارع القاهره كل يوم جمعه الصبح بدري، بنستفاد بالكثافه المروريه القليله اللي موجوده في الشوارع، بنبدا ان احنا نتحرك براحتنا، في شباب وبنات زي ما حضراتكم شفتوا كده بيتحركوا في الشارع باريحيه. فكرة إن الناس تتفرج على الناس دي وتشاهدهم وهم بيسوقوا العجلة، فتلاقي الناس كتيرة قوي، طب إحنا عايزين ننضم ليكم، عايزين نركب عجل، أنا بنتي أو ابني عايز يتعلم ركوب عجل. وكمان إحنا عملنا أكاديمية لتعليم الدراجات كمان. جميل. الحقيقة الاستمرارية هي نجاح الموضوع ده، إنه عشان تغير ثقافة زي ما قلت لك هو صعب بس مش مستحيل. محتاجين جزء من الدولة إن هو قوانين تسن عشان تحمي راكبي الدرجات. دول كتيرة جدا القوانين بتاعتها بتحمي راكبي الدرجات على أساس إن هو فئة مستضعفة، فمهما كان حضرتك ماشي بالعربية وأنا ماشي بالعجلة، أنت لو خبطتني هيبقى ضرر اللي عليا أكبر بكتير قوي لو أنا خبطتك بالعجلة. وعشان كده هو ده المبدأ اللي هم بيحموا راكبي الدرجات، والقانون بيحمي راكبي الدرجات كمان. بالنسبة للحارات المخصصة للدرجات، في أنواع كتيرة جدا وفي تصميمات كتيرة جدا بناء على مواصفات قياسيه يعني، فبس اكوردنج للبلد اللي احنا عايشين فيها وثقافه الناس كمان. احنا مش عايزين ننشر ثقافه الدرجات الناس تركب عجل وبس، احنا كمان ننشر الثقافه والوعي لجميع مرتدي الطريق، يعني كل الناس سواء اللي بيركب ميكروباص او اتوبيس او تاكسي او حتى العربيات الملاكي. يعني الوعي ده لازم يتنقل لهم، مش بس ان انا اقول لك تركب عجله وبس، لكن المحيطين اللي كمان حواليك عشان يبقى عندهم وعي يحافظوا على راكب الدراجه ويدوا له مساحه الامان اللي هو محتاجها. احنا دايما بنقول متر ونص اقل مسافه بينك وبين العربيه، يعني لو عربيه ماشيه جنبي
وانا راكب العجله احنا طبعا بنلتزم باقصى يمين الطريق. لازم يبقى في مسافه امان هي متر ونص، ودي اقل مسافه يعني اتمنى من موقعي ده انا بقول الناس كلها تدي فرصه وتدي المساحه الامان الكافيه لراكب الدراجه. ساعتها الناس اللي هتركب العجل هتحس بامان اكتر طبعا. وبتحترم كمان الناس مرتدي الطريق، ونتمنى ان هم كمان يبادلونا نفس احترام الطريق. صح، كلام محترم جدا. حضرتك بقى بتركب العجل على طول؟ يعني جبت لنا بالعجله النهارده ولا ايه؟ لا انا ما جيتش النهارده بالعجله لكن انا احكي لك موقف. في ايام كده عدت علينا كانت في ازمه كبيره قوي بالنسبه للبنزين وكذا. كانت الناس كلها بتقف حوالين البنزينه، ممكن تلاقي مثلا 2 كيلو 3 كيلو طابور. طابور كبير جدا. الحقيقه انا كنت بروح الشغل بالعجل، الناس كلها في الاول الراجل مهندس بيروح الشغل بالعجله فكره غريبه جدا وتريقه وكذا وكذا. لكن الحقيقه لما الناس حست بفاعليه ركوب الدراجات وحست انه انا بروح الشغل بمنتهى السلاسه والبساطه ومفيش زحمه ومفيش تكلفه كمان، وكمان بتنعكس عليا كصحه. ناس كتير قوي فاكره ان لما تروح الشغل بالعجله ان انت بقى هتفرهد وهتتعب وهترهق. صدقني الموضوع بالعكس تمام، ده انت بتبقى في قمه النشاط والحيويه وطول اليوم في الشغل مركز ومخرج طاقه سلبيه على ما بتوصل المشوار ده. بالظبط، انت بتفكر في اللاشيء يعني وانت ماشي بالعجله. طبعا يعني طبعا لا ننشغل بغير الطريق، لكن بتخرج طاقه سلبيه وبتصفي الذهن بطريقه كبيره جدا. وراكبي الدرجات يعني يشهدوا على كلامي. انا عمال افكر دلوقتي لو جيت بكره بالعجله من المهندسين الزمالك بس هطلع الكوبري ازاي؟ لا احنا برضو يعني في برضو مواصفات امان كده، ما بنطلعش كباري وما بننزلش انفاق بالدرجات يعني يعني بقدر الامكان بنحافظ. طب امال اعمل ايه بقى كده؟ لا احنا نشوف طرق بديله بقى، يا اما تنزلي معانا بقى يوم الجمعه الصبح ونعمل رايد. احنا كمان بنعمل حاجه لطيفه جدا، عايزين ان نحبب الناس في فكره العجله. فعايزين الناس كلها تركب عجله وتحبها، ففكره ان احنا بندمج المحتوى الرياضي بمحتوى ثقافي او اثري او سياحي عن طريق زياره الاماكن الاثريه والسياحيه. يعني بنروح مثلا قصور زي قصر عبد الدين، قصر محمد علي، قصر البارون مؤخرا لما تم افتتاحه، قصر ام كلثوم، بنروح متاحف زي متحف القوات الجويه. يعني بنربطها بالسياحه الرياضيه، ان احنا عمالين نعمل ترويج للسياحه بتاعتنا من خلال المبادرات المختلفه. بنستفيد بالشباب، في ناس كتيره قوي مثلا ما راحتش شارع المعز او ان هي تسمع عن شارع المعز وما راحتوش في الوقت ده. وفي بنات كتيره قوي مثلا بتخاف شويه مكان جديد، بتخاف من مضايقات وكذا، بس لما بننزل بنروح شارع المعز والحسين والازهر والقلعه بالعجل بتبقى حاجه لطيفه. خدوني معاكم بقى لو هتروح شارع المعز بجد. أيوه؟ انا بحبه جدا. احنا دايما متواجدين يا اما في شارع المعز الحسين الازهر القلعه، بنروح مدن الجديده كمان زي الشروق والعبور. لا دي ما خدوا كريم بقى. لا وبالذات اللي هي عارفه اللي فيها يعني في أيوه؟ يوم كنا لسه بنحكي في القصه دي امبارح ولا اول امبارح. أيوه؟ كان لينا تجربه مع العجله انا والهواد. أيوه؟ هي اثبتت جدار الحقيقه. أيوه؟ انا بقول لحضرتك ما سبتش عمود في المكان غير لما لبست. يا نهار ابيض. والله فانا محتاج اجي الاكاديميه تحديدا. أيوه؟ اللي فتحتوها مؤخرا. الاكاديميه دي حاجه لطيفه جدا، دي جت بناء على طلب الناس، ولقينا الناس كتير قوي بتطلب فكره ان احنا نتعلم عجل. انا بعرف انا نفسي اشارك معاكم بس مش بعرف اسوق عجل. وكبار في السن حضرتك، احنا بيجي لنا ناس احنا اتعلمنا العجله رمونا كده على العجل واحنا صغيرين كانت بسنانات. هو اللي اتعلم وهو طفل. لكن في ناس بتيجي والله 58 سنه و63 سنه واكتر من كده، وناس على فكره بتشارك معانا عندهم 73 سنه و75 سنه، والرقم ده مش مبالغ فيه، ده رقم حقيقي. حلو ده. لكن ونتمنى يعني هي مصادر ملهمه طبعا لينا، ونتمنى ان احنا لو ربنا ادانا العمر يعني بقينا زيهم نبقى زيهم كده ونمارس الـ 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 الحياه بتاعتنا بالعجله. هي فكره اللايف ستايل انه نمط الحياه بتاعك تدخل فيه العجله بشكل شبه اساسي لغايه لما يبقى اساسي، وهتلاقي بعد كده كل حاجه بعد كده بقت سهله. بنتمنى ان اللقاء بتاعنا ده يكون يعني برضو يعني يبقى له اي انعكاس او اي مردود ايجابي في تدعيم فكره العجله وركوب الدراجات
نمط وشكل لشكل حياه صحيه مصبوط. محترمه. احنا بنشكر حضرتك نورتنا. شكرا جزيلا. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. محمد وبشكر. هو الكتاب ده ليا ولا الكريم؟ الكتاب ده هنقسمه نصين. انا بشكر حضرتك. الكتاب ده يعني اتمنى ان الناس برضو تشوف الكتاب لان هو بيتعرض لثقافه الدراجات في دول العالم. جميل. وانواع الدراجات وازاي بنختار العجله المناسبه لينا. حلو. وفوائد الدراجات للبنات وللشباب ولكبار السن وللحوامل يعني حاجة. الله حلو ده جدا. كمان حلو كمان. ده. شكرا. وهنروح